مساء الخير، في حلقة جديدة وبداية جديدة مع برنامجكم اليومي الجولة. اليوم عندنا بعض الملفات وخاصة موضوع المنتخب السعودي الأول، لكن قبل أن نبدأ في رسالة أبغى أوجهها للشارع الرياضي السعودي بناء على الرسالة التي كانت البارحة وبناء على المداخلة اللي تمت بيني وبين الأمير وليد بن بدر بن سعود عضو شرف نادي النصر. حصل ربط بين القضيتين وحصل ربط سيء بين الطرفين. عموما أؤكد لجميع أفراد الوسط الرياضي أن ما قيل البارحة لم يكن معني به شخصية بقامة الأمير وليد بن بدر بن سعود عضو شرف نادي النصر، لا احترامه ولا تقديره ولا مقامه، وإذا كان فهم أن الأمير هو المقصود فأنا أعتذر له على الهواء. نبدأ حلقتنا مع العناوين.